معايا عبر الهاتف الان كابتن محمود حرب، المدير الاداري لمنتخبنا الوطني الاولمبي. كابتن محمود مشرف ومنور، كل سنه وحضرتك طيب، رمضان كريم عليك. وحضرتك طيب استاذ كريم، اهلا وسهلا، ازي حضرتك؟ بهنيك النهارده وبهني منتخبنا الاولمبي على هذا الفوز، زي ما قلت من منذ لحظات انه مطمئن الى حد ما، فوز يخلينا واحنا رايحين زامبيا نبقى مرتاحين شويه. والله الحمد لله، طبعا دي مكسب ولازم، اللعيبه كانوا رجاله وقد المسؤوليه، ونشكر الفني. لكن زي ما انا النهارده ماتش، احنا لعبنا في الشوط الاولاني لسه عندنا. كابتن محمود يبدو ان الصوت فيه مشكله في الشبكه، لو امكن نبقى سامعني؟ انا كده سامعني كده. اتفضل يا فندم. تمام، زي ما بقول لحضرتك كده، بعد الماتش مستر ميكالي واستاذ جمال علام رئيس الاتحاد اجتمعوا معانا، قالوا لنا ده الشوط الاولاني اللي لعبناه في القاهره، لسه فاضل الشوط الثاني، مش عايزين نتمادى في الفرحه، واللعيبه برضه حاسه بالموضوع ده. فرحنا وانبسطنا طبعا على المكسب، لكن لسه زي ما قلت لك وزي ما حضرتك قلت، لسه فاضل شوط تاني هناك، ان شاء الله ربنا يكرمنا ونقدر برضه نطلع بنتيجه كويسه هناك ونوصل ان شاء الله لكاس الامم. الفوز لما تاخر توترته وقلقته، خاصه ان احنا كنا بنوصل للجول كتير؟ انا كنت لسه بتكلم على العشاء مع مستر ميكالي في الموضوع ده. قال لي ده طبيعي، الضغوط كتيرة واللعيبة حاسة بالضغوط اللي عليها والمسؤولية بعد إخفاقات المنتخبات اللي حصلت. وبرضه الحق يقال، يعني الناس حاسة في المنتخب وإحنا كجهاز بالدعم اللي كل الناس موفره لنا، إذا كان معالي الوزير دكتور أشرف صبحي، مجلس الإدارة، كلهم بصراحة مستقبلنا في ولا تمرين، كابتن بركات لأنه المشرف على الفريق. فكل دي برضه بتعمل ضغوط أكيد علينا وعلى اللعيبة، لأن كله عايز يكسب، ومع تأخر الناس ما بتجيبش جون بدري فالتوتر بيزيد. عظيم كده. النهارده شفنا بعض اللاعبين المستبعدين من قائمة المنتخب، بس ما كناش عارفين هي إصابات لا قدر الله ولا هي استبعادات فنية فقط، زي محمود صابر، رأفت خليل، عمر فايد، الأسماء اللي ما شفناهاش في القائمة النهارده، هم كلهم سلام ولا لا قدر الله في إصابة لأي أحد فيهم؟ إحنا عندنا بس محمود صابر هو اللي كان عنده الإنذار الثاني، كان عنده إنذارين فكان موقوف. بالنسبه للعيبه لا، كلهم الحمد لله سلام. لكن هو زي ما حضرتك عارف هي قايمه 18 لعيب بس بتاعت الماتش، فهو بيشوف احتياجاته طبعا. فهو احنا المعسكر حضرتك عارف ان احنا بدانا من يوم 15، اكتملنا يوم 20 بلعيبه بيراميدز والاهلي والزمالك وفيوتشر، فطبعا كان التمرين كان مش هيقدر يشتغل التمرين من غير اللعيبه دي كلها. فهو استغل الفرصه ان انا اشوف لعيبه جديده، وخصوصا بعد ما جه ماتش السودان، فاضطر ان هو يكبر القايمه شويه عشان يقدر يلعب ماتش السودان بتشكيلين زي ما حضرتك شفت. عظيم. طيب كابتن محمود، النهارده وانا بفكر وباذن الله ربنا يكرمنا، مش عايز اسبق الاحداث، ربنا يكرمنا ان شاء الله في مباراه العوده امام زامبيا، كنت بفكر انه المنتخب الاولمبي ده محتاج خطه مفهومه ومحترمه فيها لعيبه الاهلي والزمالك وباقي الفرق كلها تكون بتشارك مع المنتخب الاولمبي في مباراه وديه قبل كاس الامم الافريقيه. هل انتوا عاملين خطه طويله الامد حتى كاس الامم الافريقيه، ولا مستنيين بس نخلص ده وبعد كده تحطوا خطه؟ بص اقول لحضرتك حاجه، يعني ان شاء الله ربنا يكرمنا ونكسب ماتش زامبيا ان شاء الله، لكن انا عايز اقول لك ان احنا عاملين خطه ان شاء الله لغايه باريس 24. هايل. يعني انا الخطه معايا لغايه باريس 24 مش لغايه كاس الامم بس. هايل. لكن طبعا زي ما حضرتك عارف انا بناخدها خطوه خطوه. صح. ان شاء الله لو ربنا كرم الماتش الجاي هنكمل بقيه الخطه بتاعتنا لكاس الامم في شهر 6 ان شاء الله، ولو ربنا كرمنا هنكمل بقيه خطتنا ان شاء الله. لكن باكد لك ان الخطه موجوده لغايه باريس 24 بالمعسكرات، بكل معسكر امتى الشهر والوقت وكل حاجه. ممتاز. المباراه القادمه امام زامبيا هي مباراه تقام في نهار رمضان، في صيام الوضع بالنسبه للاعبين وطريقه تهيئتهم لهذه المواجهه في الصعوبات دي، يعني خاصه في حراره الجو مع الصيام. طبعا مش مشكله، طبعا ده يعني اكيد ربنا هيكرمنا في الظروف دي يعني ان شاء الله. يعني مش هتقدر تجبر لعيب تقول له افطر او صوم او دي حاجه بتبقى كل لعيب ومعتقداته يعني. وميكالي متفاهم ده؟ متفاهم جدا، وصراحه هو قال انا مش هتكلم في الموضوع ده. لان دي معتقدات دينيه فانا مش هقدر ادخل فيها. لكن انا عايز اعرف ايه اللي هيحصل، يعني فهمونا ايه اللي هيحصل، هيصوم وهيفطر عشان يقدر يحدد برنامجه وطريقه تدريبه وطريقته للماتش يعني. عظيم جدا. عايز اسالك كابتن محمود قبل ما اختم معاك، زياره محمد صلاح للمنتخب الاولمبي في التمرين بتاعه كان تاثيرها قد ايه على اللاعبين في مواجهه اليوم؟ بص انا هقول لك يعني اللي حصل بالظبط. احنا بنتمرن في الدفاع الجوي،
ملعب واحد المنتخب الاولمبي صحيح. والمنتخب مصر في ملعب اثنين، فهما جنب بعض. فصراحه هي الفكره جات لي ولقيت الكوتش قال لي احنا ممكن نجيب كابتن محمد صلاح فرصه. قلت له بص انا هقول له واشوف. فخرجت من ملعبي قابلته في ملعبه قلت له ايه رايك تيجي تشد من ازر اللعيبه كده وتتكلم معاهم وبتاع. بصراحه رحب جدا، وكان الشناوي وحجازي برضو موجودين فكلهم قالوا لا احنا جايين معاك وجم معايا، وفعلا كان تاثيرها حلو جدا على اللعيبه. عظيم جدا كابتن محمود حرب المدير الاداري لمنتخبنا الوطني الاولمبي، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه المداخله.